كوكب المريخ، الكوكب الرابع في ترتيبه في المجموعة الشمسية، واللي أخذ لقب الكوكب الأحمر. لما اهتمت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بيها شوية، اكتشفت شوية حاجات متشابهة كتير بين المريخ والأرض، والحاجات المتشابهة دي خلتنا نسأل سؤال واحد: هو كوكب المريخ ده في أي أثر لوجود حياة عليها ولا لا؟ وعلشان نعرف إجابة السؤال ده، حضر لك كوباية كابتشينو معاك واتفرج على الفيديو ده للآخر. يلا بينا. قبل ما نجاوب على السؤال، لازم نتعرف أكتر على كوكب المريخ ونعرف خصائصه. كوكب المريخ بيصنف كوكب صخري، وإنه من مجموعة الكواكب الأرضية الشبيهة بكوكبنا كوكب الأرض. اسم مريخ جاي من كلمة أمرخ، يعني أبو بقعة حمراء. أما الاسم الإنجليزي اللي أطلق عليه مارس، اسم لاتيني، فده اسم الإله اللي اتخذوا الرومان للحرب. مساحة الكوكب الأحمر بيكون ربع مساحة كوكب الأرض. بيدور المريخ حوالين الشمس في مدار مسافته أكبر بمرة ونص من المسافة اللي بين الأرض والشمس. المريخ له قمرين، قمر بيسمى دايموس، يعني الرعب باللغة اليونانية، والقمر الثاني اسمه فوبس، يعني الخوف باللغة اليونانية برضه. والقمرين دول صغيرين في الحجم وغير منتظم الشكل. تبلغ درجة حرارة السطح العليا 27 درجة مئوية، والصغرى ب 133 تحت الصفر درجة مئوية. وبيتكون غلاف المريخ الجوي من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والأرجون وبخار الماء. الأيام والفصول السنوية زي الفصول الموجودة بالضبط في الأرض، لأن فترة الدوران وميلان محور الدوران زي بعض بالضبط. أما السنة على كوكب المريخ بيساوي 687 يوم من أيام كوكب الأرض، يعني سنة وثمان شهور. بيعتقد العلماء إن كوكب المريخ موجود فيه مية قبل 3.8 مليار سنة، وده بيخلي فرضية وجود حياة عليه قبل كده متداولة نظريا على الأقل، وده هنتكلم فيه أكتر شوية كده. كوكب المريخ جواه جبال أعلى من جبال كوكب الأرض، وفيه أكبر بركان في المجموعة الشمسية دي كلها، يطلق عليه اسم أوليمبس، تيمنا بجبل الأوليمب اللي موجود عندنا في كوكب الأرض. وكمان بيوجد وادي مايرنر، وده يعتبر أحد أكبر الأودية في المجموعة الشمسية. يمكن بسهولة جدا رؤية المريخ من الأرض بالعين المجردة بسبب لونه الأحمر الساطع. وفقا لدراسة بعض العلماء، بيقولوا إن المريخ كان مجرد كوكب ما وصلش للنمو الكامل بتاعه، وده سبب الاصطدامات الكتيرة بين الأجرام السماوية اللي شهدها النظام الشمسي واللي نجا منها كوكب المريخ في بداية تكوينه. وده بيفسر صغر حجم كوكب المريخ مقارنة بكوكب الأرض أو بالزهرة. المظهر الأحمر البرتقالي اللامع لسطح المريخ ده ناتج عن أكسيد الحديد الثلاثي أو الصدى، ويوجد ألوان تانية شائعة موجودة في الكوكب زي اللون الذهبي والبني والأسمر والأخضر، وده بسبب بعض المعادن الموجودة على كوكب المريخ. طيب، بعد كل اللي عرفناه عن كوكب المريخ ده، يا ترى إيه احتمالية وجود حياة على كوكب المريخ؟ احتمال وجود حياة على سطح المريخ هو موضوع واخد اهتمام كبير جدا في علم الأحياء الفلكي اللي طبعا بتتبناه وكالة ناسا الفضائية،
وده بسبب قرب المريخ وتشابهه في الخصائص من لكوكب الأرض. لكن لغاية النهاردة مفيش أي دليل على وجود حياة سابقة أو حالية في كوكب المريخ، ولكن الأدلة المتراكمة بتقول إن بيئة سطح المريخ القديمة كان موجود فيها مية، وكمان ممكن تكون صالحة لعيش أنواع من البكتيريا. بدأت البحوث العلمية عن أدلة للحياة في القرن التسعتاشر، ولسه مستمرة لغاية يومنا ده من خلال التلسكوبات والمسابر الفضائية المنتشرة هناك، وكان آخرها مسبار الأمل اللي طلع من دولة الإمارات العربية المتحدة، وده يعتبر أول مسبار فضائي عربي راح لكوكب المريخ. في الفترة الحالية كل البحوث دي ركزت على المية وبعض البصمات الحيوية اللي موجودة في التربة والصخور اللي على سطح الكوكب والوصمات الحيوية اللي في الغلاف الجوي. في 22 نوفمبر في سنة 2016 قالت وكالة ناسا إنها وجدت كمية كبيرة جدا من الجليد تحت السطح في منطقة يوتوبيا بلاتينيا على كوكب المريخ. كمية المية دي بتعادل كمية المية اللي موجودة في بحيرة سوبريور الكبرى في أمريكا، ومع ذلك رغم وجود ظروف صالحة للسكن، لكن لا يعني ذلك بالضرورة وجود حياة. وبكده تكون اتعرفنا على الكوكب اللي محير ومجنن العلماء من زمان، الكوكب الأحمر. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، عاوز أشوف أراءكم وتعليقاتكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس. أشوفكم الفيديو اللي جاي.